خليني بس اظبط له. السلام عليكم. الان القاضي من اولا بده فرد مظبوط ويكون رطوبته كويسه، خزان هذا على طول بده يكون مليان. هلا بدي لك عيار اذا بدك تزود كميه الدخان بالسيجاره. هلا هي إذا بدك تزود كمية الدخان بقلب السيجار أكثر من هيك طلع علي قاعدة هاي على الأغلب واضحة هون إلى أربع براغي بتحلن. أنا طبعا هلأ محلن شهادة اثنين بس عم عير فيها بتحلن. وبتسحب القاعدة كلها هاي لبرا شوي مو كتير شي ميليين بس. أنا هلأ عيرتها بدك تشتغل قضي يمان بتدخلها شوي لجوا لأن هيك بصير كتير القضي يمان بترجع بالشدة اثنين. ومشان تاخد نتيجة صح بدك تفضي الدخان من قلب الماكينة. شنو بدك تفضيه؟ فضي بهالطريقة هاي تفتح كيس أو صينية وهي شغالة الدقة دعم هيك تنزل الدخان ينزل. هلا الدخان انا عم اشتغل فيه مرطب شوي بده تنشيف تنشيف اكثر لكن انا ما عندي مجال هلا مشيت نرجع لمرجع هيك حطت الدخان مثل ما حكينا. هذا الخزان لازم يكون مليان مشان ناخذ نتيجه مضبوطه وعلى طول كل ما نقص شوي تحط هذا القضيمه. هلا اذا لقيته بدك اكثر من هيك في مسطره راح ابعث لك اياها مسطره. هلا نحن بنجرب هلا هاي على اعلى سرعه اول شيء في مسطره لا تبلشهم بس بعتقد اكثر من هيك مالك محتاج يعني تعلي السرعه هاي السيجارة عم تلاقيها مطعوجة من هون حط اصبعك هون مشان تعبي معك مظبوط اكثر من هيك بعتقد انت مالك محتاج كويس كثير صارت تعبي للاخر وزيادة. يعني اكثر من هيك ما بصير اصلا السيجاره هيك ممتازه هاي على الاضيمن حتى هاي لو نشف اكثر شوي تعبي اكثر بس هو رطب لانه انا عندي الدخان مثل ما اتفقنا انه تفضيت الدخان بهالطريقه عندك خلص شغل ما بتخلي بقلب الماكينه دخان بتشغل الدقه وتقلبها هيك كلها بس هيك وتضرب لك ضربه على الفاضي اذا في شيء اسمع ماكينتك جاهزة هلا بحط لك اياها ان شاء الله بالشحن اليوم باذن الله.